نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقع اليوم السابع، ومنه نقرأ خبر بعنوان السيسي يصل نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاثة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاثة وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق المتوسط والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.